أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما معنى قول السلف رحمهم الله من تتبع الرخص فقد تزندق؟ هل يعني هذا أنه يكون منافق؟ لأنه يتبع هواه. أي نعم، أشد من المنافق، لأنه يخرج من الدين، يبي يأخذ بكل رخصة قال بها عالم وزلة قال بها عالم ويترك الصحيح، ما شك أنه يصير زنديق. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.